السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أدنس جواه مجموعة كتيرة من الأدوات اللي بتسهل الشغل على الريفت، زي مثلا شيت. تقدر مثلا تقول له أنا عايز أعمل رينيم لسيلكت شيت، أو عايز أزود الرقم للشيتات عند الشركتين مثلا وعايزهم يطرحوا رقم أو اتنين، فأقول له مثلا انكريز ورقم حد التحديثات اللي أنا عايزها، تشيك أول وبعد كده أقول له سيلكت. هو يبدأ بقى يحول لي ال A1 ال A2 ال A2 ال A3 وهكذا. طبعا فيها مجموعة ده كتيرة جدا، مثلا سيلكتات البلوك شيت يروح محدد كل التايتل بلوك في الشتات دي كلها، بحيث ان انا اقدر اغير نوعها مثلا لحاجة تانية. على سبيل المثال يعني ممكن عندك انواع كتيره من التايتل بوك، تقدر تغير من نوع لاخر. ممكن تعمل اوبن سيلكت فيو بورت وهكذا. في شويه امر حلو جدا، ممكن تعمل باتش شيت ميكر وتعمل عدد كبير جدا من الشتات بسهوله، مثلا عايز 5 6 شتات يعملهم لك.